مع قرب الإعلان عن بدء معركة تحرير الموصل قبل أشهر من الآن، غادر فؤاد ابن الموصل مدينته بعدما نجح بتهريب زوجته وأخواته ليهرب بعدهم بدوره، وينضم إلى الحشد العشائري كي يساهم في عملية تحرير المدينة التي احتلها داعش وحول جمالها إلى دمار وخراب على مدى سنتين. قصة فؤاد المقاتل في الحشد العشائري في تقرير مراسل أخبار الآن لؤي أمين. على خطوط التماس مع داعش يقف فؤاد وعينه على مدينته الموصل التي غادرها لينضم إلى الحشد العشائري المشارك في معركة تحريرها من احتلال مسلحي داعش. يعني أنا لما وقفت على الساتر وجاي هنا، أول شيء أنا خواتي طالعات كلها، أخوي موجود وياي، ما طلعت إلا طلعته، زوجتي طلعتها ورا ما طلعت، بيوتنا اثنين تفجرن سحقوهن بنوبة، ما ظل عندي شيء أخاف عليه يعني غادي، ولكن أهلنا اللي ينتظرونا غادي، عشيرتنا دفعاتنا وأهل الموصل. ليش؟ المأساة، الظلم، الجوع. بروح مفعمة بالأمل تحدث فؤاد عن خططه وما سيفعله حين تطأ قدماه أرض الموصل بعيد تحريرها. والله إن شاء الله من نرجع للموصل أزور قبر أبوي وأقرأ الفاتحة علي، وأرجع إن شاء الله أعمر بيتي البنيته قبل سقوط داعش، الفجروا الدواعش، لأن ما يصير الدواعش فجروا إحنا نقعد هذا والحياة انتهت، لا بالعكس نتقدم بعد أقدم. وبشيء من سعادة منسية وحماس يستذكر فؤاد أيام الموصل قبل أن يحتلها مسلحو داعش ويحيلوا جمالها خرابا ودمارا. إن كانت أيامنا حلوة، مو مثل بعد احتلال داعش، بعد احتلال داعش كل شيء تغير. هذا الشيء ذكرت لك إياه قديم، ما ظل، راح انتهى. يعني تفوت بلغاريا بليل تمشي قبل احتلال داعش، الشارع مليان شباب، شباب تتجول، شباب قعدات، مثل محلات مفتوحة. بعد الاحتلال الحياة تغيرت، تمشي بالشارع جزلات القثنين ثلاث لو ماكو، العالم صارت تخاف، تفوت سيارة مال داعش ترعب القرية كلها، لأن من يضبون واحد بالشارع انتهت أيام انتهت. على الجبهات ضمن معركة تحرير الموصل بات فؤاد يرى الانتصار قريبا، خاصة لما يراه من انهيار معنويات مسلحي داعش وإصرار أبناء الموصل. خروج داعش قريب جدا، معنوياتهم منهارة، ما ظل عندهم قوة مثل الأول، أنهم قتال شرس، راح قتالهم الشرس لأن انقرضوا طيران التحالف والقتال بالأنبار، تكريت صلاح الدين وبغير أماكن، وها محورنا محاور الباقي انتهت، ما ظل مثل الأول. هسا احنا ندور لهم دواره تا نقاتلهم، يعني هو عنده انتحاري احنا هم عدنا، احنا هم انتحاري لما نقدم انفسنا ونتلقاه نقاتله، احنا هم انتحاري، مو بس هو انتحاري، يعني هو يلبس حزام احنا نشيل له سلاح ونواجهه. وحتى تنتصر القوات المشاركة بمعارك تحرير الموصل يبقى أهل المدينة المهجرين عنها على أمل الرجوع إليها وإعادة تعميرها، أمل بات أقرب الآن إليهم من أي وقت مضى. لؤي أمين، أخبار الآن، من على السواتر الأمامية في قضاء مخمور الموصل.